يقول السائل: ما هي نصيحتكم للذين يقومون بدور الخطابة، وهل يشترط أن يكونوا من أهل العلم؟ حسب الاستطاعة. إذا وجد من أهل العلم فهم أولى، وإذا لم يوجد فحسب الاستطاعة. والذي يحسن أن يعد الخطبة هو إعدادا جيدا يعدها، والذي لا يحسن يأخذ من الخطب المعدة، والخطب القديمة يختار منها ويلقيها على الناس.